عايزين نشاهد ده اول فيديو في الوطن العربي كله للاوبو رينو 12 برو. كالعاده هنجرب كل حاجه في الموبايل ده وهقول لك على كل عيوبه ومميزاته وسعره وازاي تقدر تشتريه باحسن سعر. المهم لايكك الجميل ويلا بينا حالا نفتح الموبايل ونشوفه مع بعض. دي علبه الموبايل شبه كل علب الرينو عادي. تلاقي عندك هنا طبعا الموبايل بس مش هورولك دلوقتي، استنى معايا عشان اللون اللي احنا جايبينه لون خطير اقسم بالله، يعني على بعد ما طلبته يعني ما توقعتش انه يبقى حلو كده على الحقيقه، هو احلى من الصور عامه. طبعا تلاقي عندك هنا ايه، معرفش بقى الستايل الجديد بتاع اوبو ريلمي ده اللي هو بقيت تلاقي حاجات مرميه جوه العلبه كده مفيش كرتونه لوحدها ولا حاجه، لا هتلاقي عندك هنا جراب شفاف. خلي بالك برضو بص لغه تصميم الجراب نفسها مختلفه، يعني هتلاقي فيه تدريجات كده او خطوط في ظهر الجراب مختلف شويه، مش بيزك خالص ولا ساده. وهتلاقي عندك راس شاحن 80 واط في علبه الموبايل وكمان كابل الشحن. دبوس السيم كارد هتلاقيه متركب هنا جوه كده. اظن محتويات العلبه بتتغير عشان تبقى صديقه للبيئه اكتر يعني. تعالى بقى نشوف الموبايل مع بعض او التحفه الفنيه اللي احنا جبناها دي. يلا بينا زفلط بقى الموبايل كده. ايه رايك؟ قول لي بامانه ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي؟ بصراحه شكله خطير، ما توقعتش ان اللون البنفسجي ده هيبقى على الحقيقه بالشكل ده الصراحه. الموبايل بجد شكله تحفه. الوهله الاولى اول ما تبص عليه كده هو لغه تصميم لوحده وبريميوم قوي كده، مش عارف شبه ايه بالظبط بس هو مش شبه حاجه فعلا، هو واخد حاجات من الايفون الحواف العريضه مثلا وكده. عندك ايه ثلاث كاميرات تحت بعض كده، وحتى الكاميرات فيهم اختلافات عن اي موبايل تاني، يعني هتلاقي عندك كاميرا عاديه، كاميرا حواليها رينج كده، والفلاش هنا على اليمين مستطيل فيه الكاميرات، والمستطيل نفسه فيه ملمس كده او تكستشر من هنا مشرشر كده فاهم. شكل الموبايل بجد على الحقيقه تحفه، انا عاجبني فوق ما تتخيل. الديزاين بقى نفسه، تعالى نتكلم بقى على لغه التصميم. الفنانين بتوع اوبو بقى اللي ايه تصمموا الموبايل ده تفتكر كانوا بيفكروا في ايه؟ اظن والله اعلم ان هم كانوا يعني عايزين يعملوا حاجه جامده، فهم درجوا لك اللون كده من البنفسجي لحد الابيض تحت، وبعدين في تجزيعه كده في اللون، يعني تحس كده هنا في حاجه كده وهنا كمان وهنا كمان، في تدريجه كده غريبه. والموبايل بقى بص بص انا بقى بقلبه في النور كده، بص تحس ان هو ايه ما بين الابيض والبنفسجي وفي حاجات بتتحرك كده جوه، جامد قوي يا جدعان، شكله تحفه. واحلى حاجه بقى ان هم حاطين لك ظهر ضد البصمات عشان يفضل الشكل الحلو ده معاك على طول، فانت مهما ايه قعدت كده في الموبايل قشطه مفيش اي حاجه. ولوجو اوبو مكتوب تحت كده بشكل حلو وبيزك جدا بصراحه. الديزاين ده بالنسبه لي 10 من 10 ونجمه وبوسه كمان. هتيجي تقول لي بقى حكيم طب خامات الموبايل ده من ايه؟ اقول لك والله هم مش قايلين تمام، بس خلينا نستنتج يعني ممكن يطلع صح عادي جدا. الظهر ده هو ما بين الايجي جلاس اللي هو الانتي جلير ده اللي هم بقوا بيستخدموه مؤخرا في كل الموبايلات، ده ظهر ما بيعكسش اي ريفلكشنز ولا حاجه وفي نفس الوقت بيبقى ضد البصمات وبتاع. اظن هو الايجي جلاس، لو ما كانش الايجي جلاس فهو في الغالب بلاستيك بس بلاستيك نظيف قوي تمام، بس انا اظن ده الايجي جلاس نفس اللي كان موجود برده في الفيفو في 30 اللي احنا عملنا له فيديو مؤخرا. ما شفتش الفيديو روح شوفها معلم هيعجبك جدا. الحواف دي اظنها بلاستيك جدا طبعا ومدهونه حاجه، مدهونه حاجه عشان تحسسك انها معدن، هي الصراحه ملمسها حلوه قوي في الايد، ولكن فاهم مفيش بقى اللحامات بتاعت المعدن دي اللي موجوده دي، فانا اظنها بلاستيك عادي. بس اوبو مش متكلمين بقى عن اي حاجه من الحاجات دي، سايبينها لك سر يعني. طبعا فرق رهيب بين لغه التصميم ده ولغه تصميم الاوبو رينو 11 بتاع السنه اللي فاتت او السنه دي يعني في اولها، ده فرق شاسع الصراحه. الموبايل ده شكله وحش جدا، الموبايل ده احلى كتير. نقلب بقى الموبايل على وشه واتفرج بقى على شاشه الموبايل. اول حاجه هتلاحظها طبعا هي الوول بيبر اللي مستخدمينها في الموبايل ده واللي تحيلك جدا ان هو ايفون، عشان كده بقول لك يعني هو تحسه ايفون في نفسه يعني. الوول بيبر دي بتاعت الايفونات طبعا شبهها جدا او متحرف عليها شويه. حواف الموبايل بقى هتلاقي حواف صغيره فوق يمين شمال، تحت حاسسها كبيره سنه، بس عموما دي مش اصغر حواف موجوده في اي موبايل دلوقتي، لا شاومي بقى بتعمل حواف اصغر من دي، الايفون نفسه الحواف بتاعته اصغر من دي، بس قشطه يعني هي مش الحواف الكبيره الصراحه، انا بس بقول لك الملاحظات بتاعتي. الهول بانش موجوده في نص الشاشه، الموبايل بديزاين سيمتري جميل جدا. في حاجه بقى لاحظتها جامده قوي في الشاشه دي هتعجبك، هتعجبك جدا عزيزي المشاهد، الا وهي فاكرين الاونر ماجيك 6 برو الموبايل اللي فيه كيرفات من كل ناحيه ده؟ اهو بقى ده بالظبط اللي انا حاسه هنا في الموبايل ده. لاول مره اوبو اظنها مستخدمه الازاز اللي هو المنحني من الاربع جوانب ده، تلاقيه من كل جنب كده الشاشه بارزه لفوق فاهم، فشكلها جامد جدا، وفي نفس الوقت انت معاك الحواف العريضه بتاعت الايفون، انت عندك شاشه لحد ما فيها كيرف بسيط كده هنا من الجنب ومن فوق وكده، في نفس الوقت الحواف عريضه. ميزه الازاز بقى المنحني من كل ناحيه ده ان بيحسسك ان حواف الموبايل صغيره جدا، انها بتبقى بارزه لورا كده، مش عارف انت تتخيلها معايا في الفيديو ولا لا، بس هي فعلا ده اللي هتحسه، الحواف نازله لتحت كده، فهي احساس جامد جدا صراحه، تحس انك ماسك الشاشه في ايدك حرفيا. والفكره ان مش بس ديزاين الشاشه اللي حلو، لا هي الشاشه نفسها اللي مستخدمينها الديسبلاي نفسها ممتازه هنا الصراحه. عندك هنا شاشه اماليد بريفريش ريت 120 هرتز بتعرض لك 1 مليار لون، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، والبيك برايتنس بتاعها 1200 نتس. بص الوان الشاشه ممتازه الصراحه، هتتفرج هنا على مسلسلات وافلام وبتاع ممتازه ليها، والحواف بقى الصغيره والكلام ده هي حاجه تحفه. زوايا الرؤيه نفسها في الموبايل كده من كل ناحيه تحس بص الدنيا لذيذه قوي الصراحه، الشاشه ممتازه مفيش فرق كده وانت تتفرج من اي ناحيه فاهم. ولكن ده مش اعلى مستوى سطوع في الشاشه الصراحه، في شاشات اعلى من كده بكتير وارخص منه كمان في السعر، شاشات 2000 و2400 وفي شاشات 4000 وحاجات كده، ده 1200 نتس تحت اشعه الشمس هي كويسه بس بالنسبه لسعره هو الاقل. حجم الشاشه هنا الحجم المثالي بتاع الموبايلات الاندرويد 6.7 انش مش 67%، الحمد لله شكرا جدا اوبو صراحه ان هم يعني عارف انت في شاشات بتتحنيك قوي، شركات تقول لك ايه احنا شاشتنا 6.67 انش، قال يعني في حد هيجي يقيس ال 3% انش الموجودين دول؟ اقسم بالله حاجه غريبه، صعبوها علينا بس احنا في الفيديوهات. لا هنا
هنا شاشه 6.7 من 10 انش صريحه، دي حاجه ممتازه بالنسبه لي انا كحكيم الصراحه يعني. عندك هنا طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس بس مش مذكور النوع بتاعها، يعني احنا مش عارفين هي كام صراحه. انا لو عرفت هقول لك او اكتبها لك في المونتاج هنا 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 اي حته، بس انا مش عارف لحد دلوقتي الصراحه. المهم ان الشاشه هنا اميلد، فالبصمه جايه تحت الشاشه، البصمه الصاروخيه بتاعت اوبو، مفيش فيها اي تضحيه ولا فيها اي حاجه صراحه. موبايلات الاندرويد البصمه اللي تحت الشاشه دي بقت فيها عظمه يعني. انا مش عارف بجد ابل امتى هتفكر في انها تحط بصمه تحت الشاشه. انا نفسي يعني خلاص الموبايلات الاندرويد بجد وصلت لمرحله ان البصمه اللي تحت الشاشه دي عالميه يعني بجد مش طبيعي. بص تلمس تفتح على طول شكرا. الموبايل هنا بقى في السكرولنج مش طبيعي يعني، اجري بقى بص الشاشه حتى تحسها اسرع من الطبيعي مش طبيعيه. انا مش فاهم ايه السكرولنج السريع ده، هي بصراحه ممتازه. المهم عايزين مشاهد، لو بتشتري من على نون.com فعندك اكواد الخصم بتاعتنا حكيم وحكيمه، الكودين دول شغالين على كل مواقع نون، نون مصر والسعوديه والامارات اي موقع يا باشا. تدخل اكواد الخصم دي وانت جاي تشتري هتاخد خصم 10% على سعر المنتجات والتوصيل مجانا كمان لحد باب بيتك اي خدمه. فسجل الاكواد دي عندك كده فاهم بره في نوته ولا حاجه واكتبها عندك على الموبايل عشان هتحتاجها وانت جاي تشتري المره الجايه. انا بقول لك يعني في ثلاث اكواد خصم زياده في نون مصر كمان، اللي هم نون 41 ونون 42 ونون 43. ثلاث اكواد دول كمان معانا في مصر فاهم، فانت عندك خمس اكواد في مصر وكودين موجودين في السعوديه والامارات. عيش يا معلم ودلع نفسك بالخصومات. غير ان نون دوت كوم الفتره دي اصلا عاملين عروض كتيره جدا بمناسبه العيد وكده، خصومات بجد مش طبيعيه. فلو عايز تشتري اي حاجه جديده، ساعات سمارت، سماعات، الكلام ده كله، موبايلات، حتى لو شواحن، والله عيش يا معلم ودخل اكواد الخصم وخد خصم زياده على سعر الخصومات الموجوده على الموقع. بعد اتكلمنا عن الشاشه بقى والحاجات الجميله دي، خلينا نتكلم عن البروسيسور الموجود في الموبايل ده، وهو واحد من اقوى البروسيسورز الموجوده في السعر بتاعه. حاجه اتفاجئت بيها الصراحه يعني، مش من عاده اوبو انها تعمل كده يعني. المعالج الموجود هنا هو الدايمنستي 9200 بلس، معالج 4 نانومتر اوكتا كور. مش هقول ان هو فلاكشن، مش هقول ان هو فئه متوسطه او ما بين البنين يعني. عايز اقول لك حاجه بقى، ان المعالج ده هو يعادل جدا للسناب دراجون 8 جن 2 اللي هو كان معالج فلاكشيبس موجود في موبايلات فلاكشيبس من سامسونج وهكذا. فانه يبقى موجود في الموبايل ده هو مش فلاكشيب وسعره ارخص منهم، فدي حاجه جامده جدا الصراحه. اداؤه بقى مع الكالر او اس واجهه اوبو بتاع الدنيا مش طبيعيه بقى، كل حاجه هنا مش طبيعيه، سريعه جدا، الدنيا فيها سرعه مش طبيعيه الصراحه. فاستخدامك اليومي مع الموبايل ده بجد هتبقى في حته ثانيه. بما اننا بنتكلم عن المعالج فطبعا لازم نتكلم على ببجي. عايز اقول لك على معلومه مهمه جدا بقى، ان صوت الموبايل ده هو صوت ستيريو، سماعات محيطيه مجسمه ممتازه الصراحه. وخلي بالك دي مش من عاده اوبو برضه، الاوبو رينو 11 برو لو تفتكروا كان بسماعات مونو، والاوبو رينو 11 العادي هو اللي كان ستيريو، انت متخيل؟ فزي ما بقول لك كده اوبو حاطه لك برضه الحلو من هنا على الحلو من هنا والدنيا لذيذه. بالنسبه للسيتنجز بتاعت الموبايل، الموبايل بيلعب على الترا اتش دي ار وفريم ريت الترا، او اتش دي ار وفريم ريت اكستريم، او سموز وفريم ريت اكستريم. ودي حاجه الصراحه مضايقاني شويه، بس انا بقول لك يعني هو المعالج ده بيلعب على اكستريم بلس عادي جدا، بس الاوبشن لسه ما نزلوش حضرتك، الموبايل لسه نازل في الصين يعني ما لحقش فاهم يعني، احنا جبناه بدري انا عارف. استنى عليه مثلا اسبوعين 3 4 5 فاهم، هتلاقي الابديت ده نازل له وش، وهتلاقي اكستريم بلس دي موجوده بيلعب على 120 فريم، لان ده معالج فلاج شيبس ويقدر يلعب على كده. فاحنا هنلعب على اتش دي ار واكستريم، وتعالى نخش الجيم كده ونشوف الكلام بيقول ايه. في بقى ميزه في الصوت نسيت اقول لك عليها مش طبيعيه، فاكرين ان كان في موبايلات بتوصل مستوى الصوت بتاعها ل 150% تقريبا او 200% حاجه كده؟ اهو الموبايل ده بقى في اوبشن ان يوصل ل 300%، 300 ثلاث اضعاف صوت طبيعي فاهم، في بوست كده في الصوت مخليه واحد من اعلى الاصوات اللي هتسمعها في اي موبايل حرفيا 300%. وتجربه الصوت بنت لذينه محيطيه مجسمه كده، سامع الصوت يمين وشمال وبتاع. تعال نجيب كيلز بقى، عايزين نجيب كيلز بقى. السلام عليكم، صباح الفل، حد رمى عليا نيد فجرنا. ابلع ابلع، قتلته وانا في الهواء. اللي بعده صوت عالي بس حلو، حاسس ان انا عايش جوه الجيم. عامه اداء الموبايل المتوقع جدا الصراحه، اداء فلاكشيبس يعني مفيش فيه اي تضحيه يعني، مفيش فريمات بتقع ولا بتاع. بس طبعا انا بيلعبش على اكستريم بلس، وانا الصراحه لعبت على اكستريم بلس في البوكوهات الجديده ومستني الاوبشن ده ينزل. ابلع تاني. ابلع التالت، ابلع موتني. اللي بعده بس عاش والله اوبو الصراحه، شاشه حلوه، الصوت جامد وانت بتلعب كده، اداء المعالج حلو. ابلع ماشي بس حلو حلو حلو، قتلت منهم واحد. المهم اداء الموبايل الصراحه عالمي يعني، لو انت عايز تلعب هيلعب معاك كويس جدا، بس هوش اوبشن اكستريم بلس هو هينزله 100% بس هو مش موجود دلوقتي يعني. الميزه دي زي ما قلت لك موجوده في البوكوهات الجديده لحد دلوقتي، بس موجوده في ايفون 15 برو نزل له الابديت ده. بس الموبايل الصراحه عالمي في الالعاب، انا انبسطت جدا، وحته الصوت ال 300% دي مش طبيعيه يعني. بعد ما اتكلمنا عن المعالج بقى والحاجات الجميله دي، خلينا نتكلم عن الكاميرا بتاعت الموبايل. بس عايزين مشاهد قبل ما نتكلم عن الكاميرات، لو وصلت الثانيه دي في الفيديو فاعمل لايك دلوقتي حالا للفيديو، وانزل تحت في الكومنتات اكتب لي عاش حكيم. اي حد يكتب عاش حكيم هعرف انه
هوصل للثانيه دي في الفيديو. وبجد انت اخويا, انت انت رجوله, انا بحبك انت. ايوه اللي باصص لي ده بحبك, شكرا جدا والله انك بتكمل الفيديوهات للاخر, واستمر بقى في الحاجات دي, انا بتبسط جدا واعرفك واحد واحد والله. المهم عايزين المشاهد, الكاميرات الموجوده في الموبايل ده طبعا دي اوبو فاهم, وكاميرا فون بقى والكلام الجميل ده. فحطينا لك هنا ثلاث كاميرات في الظهر, كاميرا رئيسيه وايد 50 ميجا بكسل, كاميرا ثانيه تيلي فوتو 50, وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل f2.2. الكاميرات هنا الصراحه اللي هي العاديه من اوبو, يعني بصراحه مش شايف حاجه واو يعني, مش شايف حاجه وحشه, لا هو كاميرات حلوه, هتطلع معاك صور جميله اللي بتعجبك, صور شارب الوانها حلوه, معالجه الوان اوبو بقى واللعب بتاع اوبو ده. بورتري هنا عالمي الصراحه, تحديد الاطراف ممتازه, شفتش فيها شكل قوي يعني. حتى في الاضاءه الليليه بقى, الظروف الاضاءه سيئه, عندك نايت مود هنا ممتاز. اوفرول كده الكاميرا الخلفيه ممتازه الصراحه, والجامد كمان ان الكاميرا الخلفيه هنا بتصور فيديوهات 4K 60 فريم في الثانيه, مش 4K 30, 4K 60, ودي حاجه تقريبا ما بيعملهاش غير الموبايل ده في سعره اظن, يعني مش فاكر فعلا, بس اظن مفيش ولا موبايل جربته في سعره بيصور 4K 60. وبالنسبه للكاميرا السيلفي, فهي كاميرا 50 ميجا بكسل f2.2, كاميرا على وضعها الصراحه, كاميرا سيلفي ممتازه, سكين تونز بتاعتك حلوه, شكلك حلو في الصوره, باينه انها طبيعيه وسيلفي واسع, يعني اللي هو عندك اوبشن الالترا وايد حاجه كده يديك الصوره واسعه, تعرف تتصور مع اصحابك عادي جدا من غير ما تمد ايدك قوي كده قدام. في نفس الوقت عندك الاوبشن ان هو يكون ليك انت بس فاهم, لو زومد ان سنه كده هي 1x يعني. والجامد كمان انه بيدعم تصوير سيلفي 4K 60 فريم في الثانيه برضو زي الكاميرا الخلفيه. من الحاجات اللي لازم تعرفها عن الموبايل ده انه ما بيركبلوش كارت ميموري, دي حاجه بديهيه, اغلب الموبايلات اصلا دلوقتي بقى يركب لها كارت ميموري يعني, فانت مطالب بالمساحه بتاعه الموبايل. وحاجه ثانيه جامده جدا, الموبايل ده في الغالب هم برضو كانوا خدنا بالصين يعني, المفروض ان هو ضد المايه والاتربه, جاي بريت IP65 ده المفروض يعني, بس انا ايه هتاكد لك من المعلومه برضو, لو في حاجه اكتبها لك تحت في الكومنتات. الالوان بقى المتوفره من الموبايل هنا جامده جدا الصراحه, عندك اللون البنفسجي اللي معانا ده, بنفسجي في ابيض ده جامد قوي, عندك لون جولد كده او يعني تحسه جولد ما بين البني سنه مش عارف, او جولد مطفي كده, وعندك لون اسود وفي سنه كده ايه اسود ميال سنه للبنفسجي. مش بص انا في الالوان ضايع, بس فكك احلى لون طبعا اللي معانا النهارده, انت لو هتشتري الموبايل ده انصحك جدا تجيب اللون ده من الموبايل, هتحبه فوق ما تتخيل. واخيرا بطاريه الموبايل ده بطاريه 5000 ملي امبير اور, بطاريه عملاقه كعاده كل موبايلات الاندرويد دلوقتي, هتكمل معاك اليوم كده كده عادي ما تقلقش, هي مش زي الموبايلات يعني ال 4500 وبتاع, فالدنيا لذيذه. ومع سوفت وير اوبو اصلا اللي بيعرف يتحكم بقى في تنظيم الابلكيشن واستهلاك البطاريه والكلام ده, فهو هيقعد معاك اليوم كده كده ما تقلقش, يمكن لو انت استخدامك زياده شويه يعني يجي على قبل اخر اليوم يبقى عايز يتشحن, على سرعه الشحن ال 80 واط بقى اللي جاي معاه في العلبه اصلا من شحن ده, فالموبايل هنا بيشحن لك من 0 ل 100% في اقل من ساعه الا ثلث, وده رقم ممتاز الصراحه. بعد بقى ما اتكلمنا عن كل عيوب ومميزات الموبايل, سعر الموبايل ده كام يا عم حكيم؟ اقول لك انا, عندك نسختين متوفرين من الموبايل ده, النسخه الاولى 12256 سعرها الرسمي حوالي 500 دولار طبعا قابل للزياده والنقصان, لان انت عارف الصين يا صاحبي والله, انت عارف الناس بتكلموا بالصين هناك الدنيا صعبه يعني, بس عامه الموبايل حوالين يعني سعره 500 دولار, دي اول نسخه. عندك النسخه الثانيه اللي معانا النهارده 16256, رمات بقى زياده, وافتح ابلكيشن 60 واحد في الباك جراوند عادي في الموبايل, والموبايل مش هيعلق معاك, اداء الرام هنا هيبقى عالمي معاك. والنسخه دي سعرها هيكون حوالين 560 دولار حاجه في الرينج ده, برده زي ما قلت لك دي اسعار رسميه هناك في الصين, دي مش الاسعار الموجهه لينا في الوطن العربي يعني. طب لو عايز تجيب الموبايل ده في مصر زي اللي معايا دلوقتي ده, تجيبه ازاي بقى؟ والله مفيش غير اوكسجين ستور, هما بيجيبوا كل حاجه, تحس الصين عندنا هنا في مصر. عايز بقى اي موبايل نازل في الصين, عايز البوكوهات اللي احنا لسه عاملينها فيديوهات, عايز الفيفو اللي احنا لسه عاملين له, عايز الاوبو رينو 12 برو الجديد, اي موبايل حرفيا لسه نازل في الصين هيجيبوه لك هنا في مصر في كام يوم فاهم. وباسعار الصراحه انا شايفها ممتازه جدا, يعني فكره ان الموبايل ده يجيبه لك من الصين وهكذا, طبعا هيزود عليه فلوس النقل بقى اللي هتجي لك والجمارك والكلام ده كله, بس استيل هيبقى ارخص مكان في مصر انا بقول لك يعني. وبصراحه انا جايب من عندهم الموبايل ده, فانت لو عايز تشتري زيه هتلاقيه عندهم طبعا على الصفحه, ولينك الصفحه موجود تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا, انزل دلوقتي حالا كلمهم وقول لهم انا جاي تبع حكيم بس كده, وهم هيظبطوك لو عايز الموبايل ده او اي موبايل تاني. طب انا رايي ايه بقى في الموبايل, تشتريه ولا لا, او مين اللي يشتريه والكلام ده كله؟ بص يا سيدي, اول هام يعني انت لازم تكون من عشاق موبايلات اوبو يعني لازم, لان موبايلات اوبو في المطلق بيبقى اسعارها زياده شويه عن باقي السوق, فاللي بيشتري اوبو بيبقى عايز يشتري اوبو تاني, لان الموبايل بيعتمد عليه جدا الصراحه, ما بقاش فيه عيوب صناعه, ما بقاش فيه مشاكل, بيعيش معاه سنين حرفيا من غير اي مشاكل, والخامات النظيفه بتاعت اوبو كده, والسوفت وير حتى كمان من عشاق سوفت وير اوبو يعني, خفيف جدا وسريع وكده, فانت تدفع زياده شويه عن باقي الموبايلات في اي شركه ثانيه عشان المميزات دي. ده غير بالاضافه طبعا الموبايل ده اصلا جاي بمعالج قوي جدا, الشاشه الممتازه, الخامات, الشكل, الكلام ده كله, بطاريه وسرعه شحن, كاميرات اوبو نفسها الممتازه, اوفرول الموبايل ده متكامل, موبايل شيك ونظيف كده. عايز تشيل موبايل فعلا متكامل وما فيهوش مشاكل, اللي هو يعيش معاك سنين من غير ما توجع دماغك بقى وتبقى فيه عيوب صناعه والكلام ده, ومعاك السعر ده فاهم, لان لو عايز سعر اقل طبعا مش هتجيب من اوبو حاجه, انا بقول لك يعني لو عايز موبايلات بسعر اقل هتلاقي عندك بقى البوكوهات لسه مثلا لسه نازله, عندك الفيفو في 30 مثلا لسه عاملين له فيديو, عندك موبايلات من انفينكس برده في الاسعار اللي تحت دي, وشاومي برده نفس الكلام, بس الصراحه الموبايل ده انا شايف انك تجيبه وتريح دماغك الاخر يعني, موبايل ممتاز. وزي ما قلت لك لينك صفحه اوكسجين ستور موجوده تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا, روح اعمل لهم لايك على صفحتهم على فيسبوك, وتابع بقى الموبايلات اللي بينزلوها جديد, واي موبايل انت عايزه من الصين بقى, من الامارات, من اي دوله عربيه, قول لهم بس انا عايز الموبايل ده, وهو هيقول لك يا باشا الدنيا تمام وبتاع واجيبه لك على طول. وبس كده, عايز اسرعكم تشوفوا اللايك شرف كبير, واخر فيديو جديد.